الفنانة عائشة الوعد، أهلا بك في سارة أحلى على شاشة القناة الفضائية المصرية. أهلا وسهلا. أولا نقول لك إيه، الحمد لله على السلامة، أنت لسه جاية من السفر؟ أيوة. الله يسلمك. كنت فين بقى؟ رحلتك كانت في الصيف. هي كانت فعلا جولة طويلة، عملت فيها إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، المغرب. كنت بتعملي حفلات هنا؟ فعلا كانت حفلات، وأنجحهم حفلة باريس، كانت أحلى واحدة. مين بيشترك معاكي في حفلة باريس؟ كانوا أحد الفنانين العرب زي ماجد الراشد وزي رابح صقر من المطربين السعوديين المحبوبين، كانوا في ضمن الحفل، والأستاذ الكبير طبعا خالد عبد الرحمن. طب لو قلت لك انك انت الجديد اللي انت بتستعدي له دلوقتي بتعملي ايه؟ بعمل مجموعه من الاغاني، او بلاش نقول مجموعه لان هتبقى كاننا بنقول هم اربع اغاني. طبعا اغنيه لشاعرنا الغنائي عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار حلم بكر، وأغاني تانية للفنان فاروق الشرنوبي، وكلمات ناصر رشوان. تعودنا معاكي بقى ان احنا دايما نسمع منك حاجات جديدة او تقولي لنا ايه هو الجديد، فنقول ان بقى لنا سابق في الفضائية ان احنا نعرف اي مقدمة اغنية منه. انا ممكن اقول لك النص، لانه حنخش استوديو قريبا ان شاء الله في خلال الاسبوع، لان لسه راجعه من السفر عفوا، فما هيأتش نفسي جدا للتسجيل. المهم الاغنيه بتقول ما بعتبوش لاني بحبه، ما بعتبوش ما بعتبوش لحسن اخسر قلبه وما عوضهوش. طبعا شاعرنا الاستاذ عبد الله محمد له بعض الوقعات في كلامه جميل جدا، فعجبني النص ده، والأستاذ طبعا حلم بكر عمله بشكل جميل جدا، فإن شاء الله أتوفق في أنني أديه بشكل أجمل إن شاء الله. قبل ما نبدأ ونتكلم على القصائد، لأن أنا عايز أتكلم معك على القصائد، عايز أسمع منك أغنية حديثة جدا ليكي وتكون مصورة، تقولي لنا بدايتها. من الأغاني بتاعتي أو من القصائد اللي عملتها؟ أي واحدة يعني؟ مالي فتنت بلحظك الفتاك، وسلوت كل مليحة إلاك. مالي فتنت، مالي فتنت. أنا بحب القصيدة دي فعلا، وعملتها من فترة، وأتمنى أنه المشاهد يشوفها تاني مرة تانية مصورة. عائشة الوعد، لو قلت لك أنك أنت اشتركتي في مهرجان الموسيقى العربية اللي كان معقود في الأوبرا. مع الأسف اليوم اللي وصلت كان أول يوم للمهرجان، واتصلت بالمدير الأوبرا الأستاذ محمد سمير زكي، وفعلا اتضح أنه من كلام الأستاذ وجدي الحكيم أنه اقترح اسمي من ضمن الأسماء المشاركة، لكن مع الأسف 3 شهور خارج مصر فما عرفوش يعتروا عليا، وما كليش الحظ الأوفر أنني أشارك في دار الأوبرا المحترمة. فإن شاء الله إذا ربنا كتب عمر السنة الجاية بإذن الله. على العموم يعني شاركوا إخوان لهم قيمة فنية زي الأستاذ عبد اللطيف بوشناق، من الناس اللي يستاهلون يكونوا في دار الأوبرا، وهذا شرف. ورحت فعلا تفرجت مرة وانبسطت، وحسيت كأنني مشاركة وكأنني غنيت. لو قلت لك عايزة تسمعي إيه لبوشناق، بس لو عايزة تسمعي أنا عايزة أسمع منك جزء من أغاني. يا من لعبت به شمول ما ألطف هذه الشمال، يا من لعبت به شمول ما ألطف هذه الشمال، ويا لا ويا لا 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 ويا لا 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 ويا لا لا لي
ويا لالي ويا لالي ويا لا ويا لا ويا لالي ويا لالي ويا لالي ويا لا ويا لالي. على العموم دي من ضمن موشحات، مش عارف لانه الاخ بوشناق غناها ولا لا، لكن عنده مجموعه ظريفه جدا، وانا الحقيقه بستمتع بيها لما اكون قاعده لوحدي واتسلطن واقعد مع نفسي بقول الله. يعني انت مين اللي بيسلطنك بقى دلوقتي بوشناق؟ يعني ما بتسمعي فعلا بيسلطني جدا، يعني الواحد ما ينكرش الفن الجميل وهذا الصوت الجميل فعلا، انه انا بحس انه نفس الخط بتاعي، ودايما الانسان بيرتاح للفنان نفس الخط بتاعه، كانه بينوب عنه سواء قدام جمهور سواء مع نفسه سواء، فانا بحس فنان عظيم وصوت جميل جدا وفنان مقتدر، وان شاء الله دايما ربنا يوفقه.